كوكبة من العلماء والمشايخ في الملتقى العلمي 16 حول قيمة الحياة في القرآن الكريم بوهران في إطار التظاهرة السنوية التي تحتفي بكتاب الله. هذا الملتقى ملتقى ديني علمي دأبت الوزارة على تنظيمه كل سنة في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يجتمع أهل القرآن وأهل العلم، يجتمع فيه شيوخ الزوايا وطلبة القرآن الكريم وأساتذة الجامعات، يكون من خلاله محاضرات ومدخلات يعني حسب الموضوع الذي يقترح كل سنة. في إطار التعاون الإعلامي بيننا كشركة إعلامية في الجزائر، نمثل قناة إقرأ في الجزائر وبعض القنوات الخاصة، أقول في هذا الإطار، في إطار التعاون الإعلامي بيننا وبين مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية وهران، نساهم وندعم ونؤطر هذا الملتقى 16 للقرآن الكريم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. التظاهرة التي تعرض فيها نماذج من مصاحف مخطوطة لأول مرة ستعرف تكريم حافظة القرآن الكريم. يكرم فيه أزيد من 200 حافظ من حافظة كتاب الله عز وجل من البنين والبنات الذين تخرجوا في مدارس قرآنية وفي زوايا وفي مساجد للطلبة المسافرين وفي جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم. الملتقى 16 للقرآن الكريم هو كذلك مناسبة لتصحيح صورة مدينة وهران. ستبين عن وجهها الحقيقي أنها مدينة للقرآن الكريم، مدينة للعلم ومدينة للمعرفة. المؤتمر العلمي الذي تحتضنه وهران أو كما تلقب بباريس الثانية هو فرصة لنشر قيم التسامح بين أفراد المجتمع.